حكم الدعاء على من ظلمني جائز لك أن تدعو على من ظلمك، لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يظهر بالسوء من القول، ومن هذا السوء الدعاء على من ظلم، لكن العفو أفضل، لقوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا.